السلام عليكم، مرحبا بكم يا خويا. معكم شاكر هنا، يعني نقدم لكم باتيمون تاعنا اري فيرويسو. هذه كيما راكم تشوفوا باتيمون ا، باتيمون بي، باتيمون سي. لو سوجي تاعها سي لي اسانسور. الحمد لله كيما راكم تشوفوا هذه العماره، هذه باتيمون ا، هذه الله يبارك لاسانسور تاعها بدات تمشى من 2007، والحمد لله لي لوكاتير والجيران والغاشي تاعها والناس تاع برا كاع عاونوا في هذا لاسانسور هذه، الله يبارك. وما شاء الله هاي تمشى، شحال من شيخه معجوزه بروفيتو منها يا خويا. اللي مريض اللي ماشي مريض كاع يوتيليزوها، وكاع طالعين كاع يدعوا صدقه جاريه ان شاء الله. وما شاء الله خدمه مليحه، خدمه مليحه، مانتونس وكلش. والانسان ما يحبش هنايا ماشي غير يقول حمته تمشي. هذه كيما راكم تشوفوا باتيمون بي، هذه تانيك اون 2013 تانيك ديمارينا وخدمنا لاسانسور هذه. وكيما كان الحال 16 ايطاج 3 لوكاتير شاك ايطاج، والحمد لله شحال من شيخ، شحال معجوزه، شحال من المرضى، شحال من الموتى، شحال من الفرح، شحال من القرح كاع يوتيليزوها. ومام كيما نقولوا الناس ها كامل فرحوا والحمد لله، ولا درويش كاع شاركوا. مازالت هذه باتيمون سي هذه ان شاء الله كيما نقولوا هاي فيها خير ان شاء الله. مازالو 30% تاع لي طابو، ومازالو شويه اون تيت سوم، ماشي حاجه كبيره الله يبارك. واحد نقولوا واحد 70% ثاني تاع دراهم طمينا، مازالو واحد 30% يا خويا. اللي حاب يدير صدقه مرحبا بكم، عيطوا لي ولا كونتاكتيوني بار ايميل ولا بار حاجه قبره. كما قلت لكم هذا هو الديتاج تاعي يا خويا، تحبوا تحطوا ولا حبيتوا تشاركوا صدقه جاريه عيطوا لي بار ايميل ولا فيسبوك، راني هنايا 24/24. وان شاء الله دراهمكم يروحوا 100% لي اسانسور وصدقه جاريه، وربي ان شاء الله ربي يتقبلها من عندكم ويطفي لكم كاع المشاكل ويطفي لكم كاع البلا. وان شاء الله يحفظكم ويحفظ الزوجه تاعكم ويحفظ ولادكم ويدير لكم الحياه تاعكم ترجع حياه سعيده. واللي ماشي مزوج ان شاء الله ربي زوجو، واللي ماشي خدام ان شاء الله ربي يخدمه، واللي ما عندوش ان شاء الله ربي يرزقه. هكذا ديروا الصدقه وما تخافوش، ما تخافوش كاع، ما تعرفوش كاع البيبان كيفاش راح يتحلوا من الغدوه بزاف.